السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد السفه مردومه بطريقه سهله. غنبداو باذن الله ناخذوا واحد الطنجره او ديروها في طنجره الضغط اللي يعجبكم. غناخذ غنحط غندير نقول غنخدم ونقول المقادير في نفس الوقت. انا قطعت هنا واحد ربعه ديال البصلات، شلطتهم على هذا الشكل هكا. غنزل عليهم واحد ربع كاس صغير ديال الزيت. انا خلطت زيت بلدية مع الزيت نباتية. غنزل بالدجاج، انا عندي على الفخوضة كنديرو دجاجة، يمكن واحد يدير على حسب الموجود. وغادا ندير غنزل بشي واحد علقة صغيرة تاعت الملح، واحد نص معلقة صغيرة ديال السكينجبير، وبيا معلقة صغيرة احسن يبغي الدجاج ديال السكينجبير. غناخدو شوية ديال الكركم او زعفران بلدي. غناخدو واحد ربع معلقة ديال القرفة، وغندير واحد شوية تاع الزعفران الشعرة إلا موجود. مش موجود يعني ماشي ضروري، هو كيعطي بنة زوينة. غنديرو واحد شوية تاع البزار، صافي. ودابا غادا ندير نخليها تسخن واحد شوية ومن بعد نرويها. نخلط بعد هادشي كله ونخليها نغطيها، نخليها تقلى واحد شويه. بعد ما تقلى الدجاج غادي نزيد فيه واحد كاس ديال الماء تاع العنبه، صافي. وغادي نخليه يطيب على نار تكون ناقصه، ما تكونش مجهده، نخليه يطيب على خاطره. دابا ان شاء الله غادي نبداو بالسفه. انا عندي هنا نص كيلو تاع السفه، يعني الشعريات هذه صغيره. غادي ندير واحد ربعات المعالق كبار تاع الزيت، ثلاثة أربعة، حتى تربعة ولا تكثر. صافي، وغادا نلبسو كنلبسو كل شعرة تاع الشعرية بالزيت ضروري. هاد الخطوة هادي أنا ما شاء الله كلشي كيعرفها، ولكن كلي ما كيعرفش ضروري تلبس كل شعرة. يا بعد ما تلبستها كلها بالزيت، غادا ناخد الكاس وغنضع فيه هاد صافي. كل ما البر ما كيكون غليان بزاف، اول ما كتطلع فيها الغليه على السفه كنخليها واحد 7 دقائق ولا 8 دقائق، بس ماشي بزاف. انا يمكن عندي الكاس الصغير، عندي النص بالنص. دابا غادي نديرها طيب. اول ما كتطلع عليها الغليه على الكسكاس كنحسبوا عليها واحد 7 دقائق 8 دقائق، صافي، وكنحيدو. دابا بعد ما فورت الطفره الاولى، انا فرغتها في الكسريه، غادي حنا كنديروا الماء وكنحلو في نفس الوقت. تكون سخونه، لي سخونه يقدر يدير معلقه باش يحرك. نبنات صافي، كندخل فيها هاد الماء مزيان، هاي دابا بعد ما سقيتها وحليتها مزيان، دابا نديرها تفول الفرن الثاني. كما قلت لكم يطلع مع البوخه، نخلوها 7 8 دقائق ومن بعد نحيدوها. هو انا خلصت الدجاج، هو طاب، غنديرو يتحمر شي. انا ما كندهنو ما والو، كنخليه يتحمر بحال هكايا، كندهنو ما والو. والمريقه هي غنخليها الزيت تعسل
تتشرب شويه باش كندير ليها لا عسل لا سكر، ولكن نخليها في حالها هكايا، نخليها بس تشرب شويه ومن بعد نكملوا الوصفه ان شاء الله. ها هي انا خرجتها من الفوره الثانيه، سخون بعديها الماء، وانا كنحل واحد فرشيطة كنخويو وكنحلو باش ما تعجنش لينا. هو مزيان، شوفو ما كتعجن ما والو، تبعوها الطريقة هادي ان شاء الله ما تعجن لكم ما والو الشعرية. كيف تشوفوا شعرة على شعرة، نزيد واحد شوية تاع الماء، يعني واحد نص كاس، هذا الكاس الأول تاع العنبة وهذا نص كاس. صافي دابا غادي نديرها في الكسكاس باش نديرها باش تزيد تفور المرة الثالثة. صافي حطيت الكسكاس، دابا غادي نحط التفور. كما شوفوا هو الدجاج، هو ما درت فيه ما دهنت ولا بالزبدة لا حتى شي حاجة، كيتحمر حتى شي حاجة، اللي ما كيبغيش يديك الزيوت، اللي كيبغي يدهن بالزبدة، تحمر شكل برونزي بلا بلا زبدة بلا والو. دابا انا غنحطو في الطنجرة ونكمل الوصفة. ها هي يعني التفويرة الثالثة، بقات لنا صافي عاد تفويرة وحدة لخرى. كما العادة نسقيو بالماء وحنا كنحلو في نفس الوقت، فرشيط كيحل مزيان كيجي أحسن. غادا نزيد كاس تاني هاد التفويرة لخرا، كنديرو فيها الما زيادة، كنزيدو الما. هاد الخدا غادا ندير واحد المعلقة صغيرة تاع الملح، وغادا ندير الزبيب، اللي مبغيش الزبيب يديرو ميديروش، اللي بغي يعسلو بوحديتو ممكن تعسلو بوحديتو، شوية الماء وشوية السكر أو العسل وخليه يتعسل بوحديتو. صافي دابا غادا نديرها تاني في الكسكاس، غنتسنى عليها شوية الوقت التقديم ونحطها في الكسكاس ونديرها في الفورة لخرى. صافي الوصفة ديالنا ها هي كملات. هيا التفوره الاخرى نزلوها و غادي نحلها بالفرشيط. غنزل عليها واحد المعلقه كبيره تاع الزبده، الزبده كيبقى حسب كل واحد شي يبغي بكثير ولا قليل، يا معلقه وحده كبيره راه كافيه. وهنايا عندي واحد معلقه و جوج معالق تقريبا ديال السكر، وغادي نخلطهم. هي بعد ما خلطتها كلها خذت فيها الزبده والسكر، نحط الصيل تاع التقديم. انا غنقدمها تقديم عادي تقليدي، ما غندير فيها حتى شي حاجه. ناخذ الدجاج باش كيبان ليكم، ولا ناخدو قد اولا نفرشو التفريشة الاولى، غنسلو عليها الدجاج
وغادي ندير هنا شويه تاع لاصوص، وغندير شويه في الشناب ونخلي واحد شويه غادي نديرو في الاخر. هكا وناخذو ما تبقى لينا من الشعريه تقديم ديال زمان، كيعجبني هذا التقديم هذا، كل واحد يدير اللي بغى، يبدا بالمول. دابا غندير لكم هذاك الشيء تاع لاصوص اللي بقى، باش تجي كلها مشربة شوية لاصوص. تبقى غدا هو انا عندي هنايا السكر، غير السكر كراسي القرفة، ايوا هنايا عندي انا يا الكاوكاو راه مشتو او لكن اللوز اللي عندكم. غادا ندير شويه تاع السكر، غنزل عليه هي الكاوكاو، خلاص غادا نديرو التزيين. قلت لكم التزيين كيبقى عادي، كيبقى كل واحد يزين كيف ما بغى. هاي الصفه ديالنا وجدات في الاخر، قلت لكم تزيين تزيين عادي، كل واحد يزين كيف ما بغى، وانا متاكده اذا قام عندكم نقول لكم ياخذ عندكم المقادير، جربوا بهذه الطريقه وغتشوفوا غتصدق لكم مزيان. ما تنساوش تعملوا جيم واشتراك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو.